وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبرحب مرة تانية بضيوفي الكبار الكابتن حشيش الكابتن بلال كابتن كريم سعيد. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت كل هم قناة النادي الأهلي نحن إزاي نسعد جمهور النادي الأهلي، وعشان خاطر حضراتكم دايما بتقفوا في ظهرنا وبتقفوا دايما معانا عملنا لحضراتكم حاجة بسيطة جدا جدا جدا. كان في 10 تيشيرتات للفائز بالتوقع الصحيح او للفائزين بالتوقع الصحيح للطرف الثاني للنادي الاهلي في مباراته في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. الحقيقه وصل لنا حوالي 62,000 تعليق و800 62,800 بالظبط زي ما بقول لحضراتكم. ولما اداره النادي واداره القناه شافوا كده الحقيقه وصلنا التيشيرتات ل 20 تيشيرت، وبالتالي هنختار امام حضراتكم 20 اسم. 20 اسم هنختارهم زي ما هم على الهوا كده زي ما حضراتكم شايفين، ده الكمبيوتر هم فوق بيلفوه وانا هقول لهم ستوب. هو احنا مش متفقين على حاجه ولا عارفين اي حاجه، هنقول ستوب انا مره وكابتن بلال مره كريم مره كابتن حشيش مره، ونقول لحضراتكم او من سيفوز بقى في هذا التوقيت. اتفضل يا استاذ رشاد لف لفه كده بسيطه. يلا تاني ستوب. تمام، اول اسم ما هنا محدش قايل، هنا محدش قايل سان داونز خالص. فر تاني لا فيها كابتن محمد الشرقاوي. ثانيه واحده ثانيه واحده محمد الشرقاوي واحد. اعتقد هو يستحق جايزه اخر واحد تحت، وقال ان شاء الله يا كابتن الاهلي وسان داونز محمد الشرقاوي. طب ما هو قايل يا جماعه ان شاء الله يا كابتن اسلام الاهلي وسان داونز. اذا محمد الشرقاوي كريم سعيد شكرا. نعم. يا كريم شكرا جزيلا. محمد الشرقاوي قايل ان شاء الله يا كابتن اسلام الاهلي. معلش يا جماعه انا لازم ارجع خطوتين ورا. ان شاء الله يا كابتن اسلام الاهلي هيفوز على سان داونز او هيلاقي سان داونز. تمام، المهم يعني في سان داونز وثاني واحد الشرقاوي. حماده اعتقد برضو قايل اذا لا، بس هو محمد الشرقاوي احنا قلنا اول واحد. نعم. في الصفحه دي، فبالتالي محمد الشرقاوي زي ما حضراتكم شفتوا هو اول من فاز باول تيشيرت للنادي الاهلي، وان شاء الله زميلنا احمد رشاد هيتواصل معاه ويسالوا بقى هو عايزه ايه، سمول لارج ميديوم زي ما انت عايز يعني خدمه خمس نجوم. طيب نلف لفه كمان، وكابتن بلال بقى هو اللي هيقول المره دي. ستوب اوف. السلام عليكم. السلام عليكم. هنا قايل شباب قسطنطين اول واحد لا، ثاني واحد شباب قسطنطين لا، حوريه الغني لا، هنا شباب قسطنطين لا. هنا ما فيش لا فر تاني بقى برضه كابتن بلال. ماشي فر بقى كتير يا جماعه. لا فر أيوة شويه احنا عندنا 62,000 بس. ستوب. طيب برضو الاهلي فوق وحوريه، الاهلي وحوريه، الاهلي وحوريه، الاهلي وحوريه، الاهلي وحوريه، كلهم حوريه يا اسلام. الاهلي وحوريه. الدور مش هيجي عليا. اللي بعده لف تاني. انت عايزين نلف كتير قوي بقى. لف كتير. لا لف 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 يا نجم. انت لو قعدت تلف ثلاث ايام محدش هي. ستوب اوف اوف يا سمير. ستوب اوف. مين اللي يعني كوناكري؟ كوناكري الاهلي وجرمانيا. وايه موضوع كوناكري؟ علي مفيش. اخر واحد يا كابتن صح. اخر واحد علي. اخر واحد علي. علي الاهلي وسان داونز. سان داونز ايوه صح كده. علي فالنتينو. اذا تاني الفائزين مع كابتن احمد بلال هو علي فالنتينو. تاني تشيرت يا جماعه برضو زميلنا احمد رشاد هيتواصل معاه و يتكلم معاه ويوصل بقى يعرف برضه هو سمول لارج ميديوم ونشوف بقى الموضوع ايه. يلا اللي بعده كابتن حشيش. ماشي بس هنفرق كتير شويه يا كابتن. لف شويه بقى عشان بس ندي الناس يعني لان الاعداد كبيره. يلا ما بقاش ورا بعضه يعني. ماشي تاني 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 تاني. لا هو حضرتك قول ستوب بس. الانترنت علق ولا ايه؟ كمان 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 اتعبك شويه انا. كومنتس كتير قوي. 62,700 كتير قوي بصراحه. ستوب. استنى كده، اول واحد فوق شباب قسنطينه، تاني واحد نفس الكلام. لا الاهلي وحوريه. الاهلي وحوريه الصفحه دي ما فيهاش الاهلي وحوريه. الاهلي هنا ايه اللي قبل الاخير ده محمد رضا ايه وبعدين الاهلي كذا كذا مفيش. طب ده يا جماعه عشان انا مش شايفه ده محمد حنفي كاتب ايه؟ مفيش حد هنا؟ خلاص يبقى فر اللي بعده. طب تاني 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 شويه. ماشي كابتن حشيش برضو مازال معانا.
فالناس نفسها كان نفسها حريه الحقيقه. كله كاتب حريه 50000 و60000 كانوا عايزين ستوب 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 زي الثاني سيمبا. الاهلي وحريه، الاهلي وحريه ده كله كناكري يعني. كله كناكري كله كناكري. لف تاني يا كابتن حشيش. تمام كمان لسه شويه شويه لسه الاعداد كبيره كبيره. هو بس تعرف سن عبل ما يحمل. ستوب. شباب 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 الاهلي وحريه. شباب شباب الاهلي وحريه. الاهلي وحريه كمل اللي بعده. ماشي. احنا بس بنوري حضراتكم، احنا جايبين كل حاجه على الهواء مع حضراتكم عشان تبقوا شايفين اللي بيحصل على الهواء معانا. انت لو كابتن حشيش ما جابش المره اللي فاتت يبقى دوره ضاع. نجري بقى. كمان كمان لفه كمان لفه. الناس يعني انت عارف ناس اهلاويه قوي فنفسهم يلعبوا حريه. صح طبعا. ماشي. يلا. بس وقف. برضو حريه حريه حريه. كناكري كناكري كناكري. لا اعتقد كابتن كله محمد. محمد محمد ده صن داونز بتاعي. محمد محمد الزومبي ما اعرفش. ايوه ده ايوه ده بالظبط. ايوه ده محمد الزغبي. ده ايه صن داونز؟ محمد الزغبي ثالث الفائزين بتيشيرت مقدمه هديه من اداره قناه النادي الاهلي ل محمد الزغبي عشان توقع بشكل صحيح ان الاهلي سيلاقي صن داونز في دور الثمانيه. ثالث تيشيرت فاضل لنا 17. نكمل لو سمحتوا وكريم مره ثانيه. ماشي نلود الصفحات. احنا مع كريم يا سمير. تمام نلود نلود نلود. بس بس طيب كله كناكري يعني. حريه حريه كناكري. كله كناكري. كله كناكري. لا اللي بعده تاني. متخيل لف لفه تانيه. الاهلي لعب حريه كناكري. كنا هنوزع 100 الناس كلها حريه كناكري. اه طبعا. ستوب. تاني واحد محمد الراغب. محمد راغب. محمد اتش راغب. راغب ولا محمد رجب؟ محمد رجب. محمد رجب. محمد رجب. الاهلي وصن داونز. محمد اتش رجب هو الفائز الرابع رابع في مسابقتنا النهارده. تمام بتسجل بتسجله يا شباب. ها طب خلي بالك وانا بسجل. ها اللي بعده كابتن بلال. ماشي يلا. خليه يحمل مفيش مشكله. يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا بنعمل كل حاجه مع حضراتكم على الهواء مباشره. احنا هنقعد كده مثلا ربع ساعه ثلث ساعه بس مفيش اي مشكله يعني. عشان الاسماء كثيره. كمل 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 كمل. فمعلش يعني اعذرونا النهارده لان يعني حضراتكم بعت لنا اسماء. بنشكركم. في صن داونز كتير هنا على كل اتصور اتصور. في صن داونز كتير هنا للاسف بقى. انت قلت كمل. كمل كمل. يلا ستوب خلاص استنى. ستوب. الاهلي كناكري. شباب كناكري. شباب شباب كناكري. مفيش يا بلال. لا اللي بعده. تاني لف لفه كمان. هيزعل قوي. كان في الصفحه اللي فاتت يا بلال. الناس 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 هتزعل. كان في الصفحه اللي فاتت. معلش. مفيش نصيب. يلا. يلا اللي بعده. كمل كمل. كمل يا كمل يا سمير. بيحمل بس لسه. لسه لسه بيحمل. معلش اصل الاعداد كبيره جدا على ان انت تحط 66000 ولا 62000 تعمل كومنتس. كتير. هي اعداد كبيره جدا 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 الحقيقه. احنا بنشكر الناس ودايما دايما هنبقى مع حضراتكم. ما تقلقوش من اي حاجه ولسه في مفاجآت قادمه يعني خلال الفتره اللي جايه. هتجدوا مفاجآت. شاهدونا ستجدوا ما يسركم. يلا نكمل تاني. اتفضل. اتفضل. لف لفه كده كمان لغايه ما كابتن بلال يقول لك اوه انا ستوب. اديني لفه كمان وانا هقول لك. اعتقد يا كابتن حشيش لغايه لما كابتن بلال يقول لنا. ده شيء جيد اللي طبعًا. بيحصل دلوقتي التواصل مع الجمهور واللي احنا طبعا دي اهم حاجه يعني. يعني بالتالي من اهم يعني الحاجات القناه قائمه عليها هي التواصل مع جمهور النادي الاهلي الكبير. احنا عارفين النادي يعني جمهور النادي الاهلي حريص دايما على مشاهدة القناة بصفة مستمرة وفي أي وقت كان. فده بيعمل تواصل مع الجمهور وخصوصا يعني في الحاجات طبعا اللي بيحبها الجمهور وهي أغلى حاجة. ستوب هنا بس. تيشيرت النادي الأهلي. ستوب هنا. اوف. تمام. بص في كناكري شباب حامد
تيتو. تيتو تقريبا. حامد تيتو. اذا حامد تيتو هو رابع الفائزين او خامس الفائزين. معلش عد ورايا بقى. لا الخامس. خامس الفائزين بتيشيرت هدايا مقدمه من النادي الاهلي لصاحب التوقع الخامس بان النادي الاهلي سيلاقي سان داونز في دور الثمانيه. طيب كابتن حشيش لف لفه برضو كده سمير لغايه لما كابتن حشيش صاحب التيشيرت الخامس او السادس انا اسف هنكون مين هنقول لحضراتكم حالا او بعد قليل لما الكابتن حشيش يرضى علينا ويقول لنا ستوب. على طول يا كابتن حشيش يا بتاخد وقت كبير في ما تطولش في اللفه. عشان انت لسه خلي بالك ما تطولش في اللفه يا كابتن حشيش. في ناس كتير هتقف على البتاع ده. يعني في ناس ستوب. ستوب. الاهلي كناكري احمد المصري يا كابتن. مين؟ احمد المصري اتوقع الاهلي مع سان داونز. ايوه اللي في النص بالظبط. احمد المصري. احمد المصري توقع الاهلي مع سان داونز. اذا احمد المصري رقم ستة في الفوز بتيشيرت مقدم هديه من النادي الاهلي لصاحب السؤال. بعد ذلك كريم معاه الاسماء دي قبل معاه بتاع اللابتوب. انا عارف هو اللي بيشوف هو عشان لابس الوحيد اللي لابس نظاره فيه. يلا كريم مره ثانيه. ممكن نعمل لود. ممكن اقول انا سمير ولا نعم ماشي بعد كريم بعد المره الجايه ماشي نعمل لود مره واحده. يلا نلف لفه. ما انا عارف ما عندناش مشكله. لا 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 ما الناس مش متضايقه والناس مبسوطه. ما فيش اي مشكله. المهم الناس تشوف اللي بيحصل على الهوا ده لانه التحميل وعمل ما تحمل وتاخد وقته. ما فيش اي مشكله. اول واحد لا نطلع سنه. اول واحد اسلام. صفحه خالص اسلام. اول واحد اسلام. اول واحد اسلام. اسلام نجيب سابع الفائزين بتيشيرت مقدمه هديه من اداره النادي الاهلي. يلا بلاش ماشي اشتغل. ما هو بقى بنحمل. هو ما بيداسش اصلا. ما فيش حاجه. هو لسه ما داسش الصفحه اللي بعد. لا داس. كلها خد بالك انت لما يبقى عندك العدد كم العدد ده كبير قوي. طبعا صعبه جدا على طبعا ان احنا نعمل كده. يعني هنحاول نشوف لها طريقه اخرى لانه بس هي ماشيه كويس بصراحه. دلوقتي يعني ما فيهاش حاجه. انت اخدت لفه يعني ولا ايه؟ لا لسه ما بس معلش عبل التحميل والكلام ده كله. بس حاجه جميله الحقيقه والله. يعني طبعا التفاعل مع الجمهور ده شيء مهم جدا ولما حضراتكم كمان تحديدا اللي بتختاروا الاسماء بتبقى حاجه رائعه جدا لكل الجمهور. دي كلها كناكري. ايوه يلا بس ستوب. قول يا كريم. مصطفى عادل سان داونز. مصطفى عادل اول واحد الاهلي وسان داونز. مصطفى عادل ثامن الفائزين بتيشيرت مقدمه هديه من النادي الاهلي لصاحب التوقع الصحيح رقم 8 مصطفى عادل. واحنا كنت ممكن نبس يعني ممكن ايه نعمل تعديل شويه ان لو الصفحه مثلا بالترتيب لان سان داونز واضح ان يعني توقعات قليله. فممكن لو الصفحه طلع فيها اتنين كذا كده هنظلم ناس كتير. خلينا نروح للكابتن حشيش. معلش احنا متاخر شويه يعني ونعمل التحميل على الهواء شويه احسن عشان كده تسعه كده ولا ثمانيه؟ ثمانيه اللي جاي التاسع ان شاء الله. ان شاء الله. معلش احنا لازم يعني نستحمل شويه لان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من التعليقات. عايزين ناكد كمان يا اسلام. طيب اتفضل. عايزين ناكد ان احنا كمان بنقول ستوب يا جماعه. ما بقاش شايفين يعني الصفحه ايه ولا خالص يعني. حتى انا احنا بعد ما الصفحه خالص الوحيد اللي شايف كريم بس اعتقد من عندك يا كابتن حشيش انت مش شايف حاجه خالص يعني عشان بس ما لان في كذا واحد على الموبايل بيقول ركز مع اسمي. ستوب. اول واحد يا كابتن هيبقى محمد ابو زيد سعيد. محمد ابو زيد سعيد صاحب التوقع الصحيح رقم 9. الف مبروك محمد الفوز بتيشيرت مقدمه هديه من النادي الاهلي. نعم بقول له اي خدمه. تيشيرت مقدمه هديه من اداره النادي الاهلي لصاحب التوقع الصحيح رقم 9 ان الاهلي سيلاقي سان داونز. طيب كده احنا تسعه قربنا. قربنا نقفل. كريم اللي عليه الدور. كريم انا اللي هقول بقى المره دي. اتفضل اول واحد هيطلع صح.
مين اول واحد؟ اطلع واحده كده، اول واحده يطلع صح شوف مين اول واحد يقابلك صح اهو. ها مفيش واحد صح؟ لا في واحد طلع فوقيك اهو. بس احنا قلنا بس يا جماعه اهو اول واحد محمد ده، في واحد واقف اهو كمال في... اول واحد فوق كمال محمد. محمد كمال محمد هو الفائز رقم 10 بتيشيرت مقدمه هديه من النادي الاهلي، او انا اسف بقى اللي تحته دول كلهم الحقيقه معلش يعني هو اول واحد، احنا بناخد اول واحد على الصفحه بيبان قدامنا كاتب التوقع الصحيح، وبالتالي كمال محمد هو صاحب التيشيرت رقم 10. اتفضل يا كريم. ماشي نلود صفحه كمان نلف لفه. نعم اه نلود كمان ستوب. محمد اشرف لا محمد مكرم. محمد مكرم اول واحد أو خالص ده اول واحد صح مكرم او محرم انا مش شايف الحرف بصراحة. محمد مكرم الاهلي وسان داونز. الاهلي وسان داونز صاحب التوقع رقم صحيح رقم 10 وبالتالي 11 وتيشيرت رقم 11 بمقدمه هديه من اداره النادي الاهلي. خلينا نخش على بعد كده. اتفضل يا بلال. مفيش مشكله مفيش مشكله، خليه يحمل براحته و مفيش مشكله خالص يكمل. وخلي بال حضراتكم انتظروا مفاجآت أكبر خلال الفترة القادمة، الفترة القادمة هيبقى فيها مفاجآت أكتر وأهم الحقيقة بكتير من ال 20 تيشيرت، ممكن نوصل لأكتر من كده إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لحضراتكم التيشيرتات المرة الجاية هتبقى موقعة ومن حد مين هقول لكم المفاجأة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. اتفضل يا بلال. طيب لف لف كمان لفة كده ممكن؟ لف كمان لفة. لسه اعمل بقى بالظبط كده. انا معلش يا جماعه يعني استحملونا شويه في ان احنا بنعمل على الهواء مباشره علشان بس التحميل، زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من التعليقات فبالتالي معلش اعذرونا شوية. احنا بنعمل معاكم على الهواء اهو، كل حاجة على الهواء مباشرة. تفتكر يا كابتن حشيش نعمل كده تاني ولا ايه رأيك؟ ده لازم يغير اليو اس بي اللي بيشتغل بيها بس احنا ماشي. ها دي كلها لا دي كلها ما فيهاش سان داونز دي. كمان واحد. طيب يعني ممكن نكمل التسعه اللي فاضلين هو فاضل تسعه نكمل التسعه اللي فاضلين بس نروح نشوف كليب عن روح الفانيلا الحمراء ونرجع نكمل مع حضراتكم التسع فائزين الباقيين على تيشيرت النادي الاهلي او تيشيرت مقدمه من اداره النادي الاهلي ل 20 فائز سحبنا منهم 11 فاضل تسعه نطلع نشوف الكليب ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. خلينا نكمل نشوف مين اللي عليه الدور. انا اللي عليا الدور. طيب يلا كمان نكمل تاني بس ستوب. هنا ايه في حاجه كوناكري فيه او في سان داونز. محمود عبد الستار. محمود عبد الستار هو رقم 12 في رقم 12 تيشرت رقم 12 لمحمود عبد الستار مقدمه هديه من اداره النادي الاهلي. اللي بعد كده كريم. ماشي نعمل يلا كريم ستوب ستوب. جزائر مفيش يا كريم. اللي بعده سان داونز اللي بعديها الصفحه اللي بعديها على طول يعني ها نقول يعني نلود الصفحه على طول. ماشي ستوب. ما هي الناس كلها كانت رايحه كله راح الحريه معلش كله كان عايز حريه حقيقي فعلا.
قليلين فعلا اللي كاتبين سان داونز. واضح ان ما كانش توقع كده، كان دي تمني. كان تمني، ما كانش توقع. هو كان تمني بالظبط كده. ماشي، نزل الصفحه اللي وراها. يلا كريم، لا لسه مفيش، كل ده مفيش، ما كل ده فاضي. ستوب. ايوه فيه هنا اعتقد في حد ده. محمد ياسر، اللي هو محمد ياسر الاهلي ضد سان داونز. محمد ياسر، محمد ياسر اهو اللي هو بعد احمد. ده محمد ياسر، محمد ياسر رقم 13. نعم، محمد ياسر رقم 13. زميلنا احمد رشاد هيتواصل مع ال 13، مع ال 20 طبعا، ولكن مع ال 13، وهنتواصل مع حضراتكم خلال اليومين القادمين. اتفضل يا بلال. ماشي، يلا يلا لف كمان كمان. ستوب. شوف كده، محمد عصام، محمد عصام، محمد عصام، محمد عصام، محمد عصام الفائز 14. محمد عصام الفائز رقم 14، تيشيرت مقدمه من اداره قناه النادي الاهلي لصاحب التوقع رقم الصحيح رقم 14، محمد عصام. كابتن حشيش بقى، كابتن حشيش اتفضل يا كابتن. ماشي ماشي كابتن حشيش يا جماعه، يلا اتفضل. ماشي ماشي ماشي. ستوب. اول واحد محمود صفوت، محمود صفوت. نعم، الفائز رقم 15. الفائز رقم 15 محمود صفوت. طب يلا لف، انا اللي هقول لك المره دي. يلا لف لف، معلش لا زود شويه في اللف، معلش معلش معلش، ما لا الناس مستحملانا يعني يا جماعه ومبسوطين، ما فيش مشكله. ده سسبنس يعني، مفيش مشكلة. في سسبنس. بالظبط سسبنس، احنا بنحاول ان احنا نكون واقعيين وامام الناس كل اللي بيحصل. ستوب. محمد علي اول واحد، اول واحد محمد علي الاهلي وسان داونز. ده التيشيرت رقم 16. التيشيرت رقم 16. اتفضل يا كريم. نعم، اللي جاي رقم 17. نقف هنا. ستوب. في حد؟ كله لا مفيش. اول واحد لا مفيش، كناش. ممكن الصفحه اللي وراها، الجزائر يعني اقرب واحد. الصفحه اللي وراها ايوه، ننزل كده. مفيش برضو، كله كناكري والجزائر. في لا في اعتقد لا في علي. علي ايه؟ غنيم. علي غنيم الفائز. نعم. رقم 17. صح. نعم، كابتن بلال الفائز رقم 18. يلا انت بتيجي عندي تقف ليه يا سمير؟ كمل. ايوه بس ماشي زي الفل اهي. اول واحد، اول واحد برضه عبد المنعم علوان. صح. لا كان في عبد، مشيت ليه؟ محسن توني ده ولا لا؟ في محسن توني. في بس هو لا يستحق يا كابتن اسلام. عبد المنعم علوان ده لا يستحق في الاول يا اسلام. نعم، اول واحد عبد المنعم علوان. ده عبد المنعم علوان. بالظبط. اذا عبد المنعم علوان هو الفائز رقم 18. كده فاضل لنا اثنين. اتفضل يا كابتن، كابتن حشيش. يلا سام. ستوب. هنا مفيش، هنا كله كناك. هنا مفيش. نعم. ماشي نكمل، لف تاني. طيب بس هو لا مفيش. برضو كناكري وشباب قسطن. اتفضل. محمد الصفحه اللي جايه بقى. ماشي. ستوب. بس كناكري كناكري كله كناكري. لا في واحد اهو تحت. لا في واحد سان داونز. محمد ابو، محمد ابو محمد ابو ايه؟ عطيه. هو يشوف ابو عطيه ولا هو يشوف يشوف كريم يشوف هو عارف. محمد ابو اعتقد ابو عطيه. عطيه تمام. محمد ابو هو الفائز رقم 19 في تي شيرت للنادي الاهلي، وبالتالي دول 19 واحد. انا بقى يا جماعه خلاص، انا عايز اقول لك حاجه، انا هختار اخر حاجه خالص، اخر اسم، اخر اسم في التوقعات بقى، دي سهله. انت هتخش لسه على الاثنين رقم 2؟ لا خلاص، ما ده ساعتين. بص اخر اسم يا جماعه، قولوا لي مين اخر اسم في الناس. لا انا خلاص بقى هختار اخر اسم في التعليقات، هيلف لك اخر اسم في التعليقات.
اخر اسم من تحت اللي هو رقم كذا. سهله دي ولا صعبه برضه؟ لا هيلف كتير يا اسلام، هيلف كتير والله. لا طبعا هيلف كتير جدا. عمر الراوي هو كابتن نصيبه. هيلف كتير جدا عمر الراوي نصيبه كابتن دايرو. مين؟ خلاص خلينا عمر الراوي. حد هنا؟ عمر الراوي اخر واحد. عمر الراوي اهلي وصن داونز. خلاص عمر الراوي الفائز رقم 20 بتيشيرت مقدمه هديه من النادي الاهلي لاصحاب التوقعات الصحيحه. ال 20 توقع الصحيح. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم، معلش اعذرونا شويه ان احنا على الهواء مع حضراتكم مباشره بنحاول نوريكم. حضراتكم بقالكم اربع ايام بتتعبوا وبتبعتوا لنا، فاحنا لازم نتعب معاكم شويه عشان نوري لحضراتكم ان احنا على الهواء وبنختار على الهواء كل حاجه على الهواء مباشره. عموما انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، حضرتك اخترت لنا اربع خمس اشياء النهارده. شكرا جزيلا يا كابتن بلال، شكرا جزيلا يا كابتن كريم على وجودكم معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي. ما تنسوش في مفاجآت قريبه جدا جدا في قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم وان شاء الله نلتقي قريبا وحلقه جديده من ملعب الاهلي.